استاذ حضرتك، بس هنروح لازمه نادي الزمالك والاهلي ومؤمن والصلح، واخبار كتيره النهارده، وقالوا ان الحاج محمد عبد الوهاب قال ان الصلح انا يعني ما روحتش عشان اعتذر باسم النادي الاهلي، وبعد كده ما ظهرش بعد الميعاد، ولكن كان الدكتور مدحت العدل هو اللي كان متوسط في الموضوع، هو اللي عمل الجلسه. دكتور مدحت، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ سيف، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك، اخبار حضرتك ازاي؟ ايه سعادتك، كل سنه وانتم طيبين. وطبعا الكباتن الكبار حازم امام، طارق يحيى، مين الثالث؟ كابتن احمد حسن يا فندم. كابتن احمد حسن العميد، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. يعني دكتور، امبارح الحقيقه كان في لغط كبير قوي حول امبارح تواجد احمد مرتضى منصور، مشرف مرتضى منصور، في اتحاد الكوره، وقالوا ان كان في اتفاق بالليل وقعده مع الحاج محمد عبد الوهاب ان هو يكون موجود وان الامور تخلص. حاج محمد عبد الوهاب النهارده الحقيقه في تصريحات لي بيقول ان هو راح بصفه شخصيه وما اتفقش ان يكون في ميعاد. انا مش عارف الحقيقه ايه. لا الحقيقه بص يا فندم، انا ما اعرفش، انا ما سمعتش الحاج محمد عبد الوهاب قال ايه، لكن انا هحكي اللي انا يعني ما حدث، وانا كنت شاهد عليه وكنت صعب هذه المبادره. ويعني ما اعتقدش ان حد، يعني احنا كبار على ان حد فينا يقول حاجه ما حصلتش او كده يعني. فالحقيقه انا يعني حسيت في الايام اللي فاتت ان هناك حاله احتقان غير طبيعي، سواء على المستوى الرياضي، سواء على المستوى السياسي، سواء على ارهاب من كل مكان. شهر جاي فيه على المستوى الرياضي الاهلي هيلعب المصري، واسر الشهداء مش عارف عاملين ايه، 25 يناير ماتش الاهلي والزمالك، المغرب وازمه بيننا وبينها، يعني كل الامور محتاجة تهدئة عامة. وأنا راجل يعني من منطلق إن إحنا كلنا مصريين، وحسيت بهذا الإحساس. أنا لا ليا في ده ولا ليا في ده، والموضوع بعيد عني يعني. أنا كلمت سيادة المستشار مرتضى منصور وقلت له هل أنت عندك مشكلة إن هذا الموضوع ينتهي وتتنازل عن الدعوة بتاعتك ضد مؤمن زكريا؟ فالراجل قال لي في حالة إن هو يقول إن أنا ما يعني مضيح. يقول ما معناه ان هو كانه ضحك على النادي الاهلي او حاجه من هذا القبيل. ولان انا راجل طلعني بلطجي ومزور، جريت ورا عربيه وزورت وهكذا. فانا كلمت الحاج قلت له انا هكلم الحاج محمد، وهو صديق قديم يعني. كلمت الحاج محمد، يا حاج محمد موضوع كذا وكذا، عندك مشكله في هذا الموضوع؟ قال لي اطلاقا، بالعكس احنا نفسنا نهدي الامور. حصل ان انا الساعه 2 ونص صباحا كلموني الاثنين، كلمت سيد انت فين يا استاذ؟ قال لي انا في البيت. عديت على الحاج محمد عبد الوهاب في مكان في المهندسين، وخدته الساعه 3 الصبح اول امبارح، او يعني يعتبر امبارح بقى صباحا، وطلعنا على بيت سياده المستشار مرتضى منصور. الحاج محمد عبد الوهاب يعني مع كل الاعزاز والتقدير والاحترام، انا يعني مش شايف اي مشكله ان اروح بيت الراجل، لانهم اصدقاء اصلا من زمان. ومش شايف، يعني مش عايز الناس تاخدها بحساسيه ان ده اهلاوي وراح لراجل بيته والحاجات الصغائر دي، خلينا نكبر عليه. طبعا طبعا. احنا رحنا الساعه 3 الصبح، قابلنا سياده المستشار، والحاج محمد وهو معايا في العربيتي انا، قال لي انا هقترح اقتراح، ايه رايك فيه؟ اتفضل يا حاج. قال لي انا هقترح ان بدل ما مؤمن يروح، انا اللي هروح بكره اقول ما معناه ان احنا كنادي اهلي ونادي زمالك اكبر من اي لعيب. وان وقال لي وانا عارف ان الولد مضى وبصم في الزمالك، وهنقول ما معناه ان احنا ما كناش نعرف. خلاص. وبالتالي احنا هيتم، احنا اللي هنتعامل او نعاقب مؤمن زكريا بطريقتنا. قلت له والله ده اقتراح كويس. اول ما قلنا لسياده المستشار مرتضى منصور، الراجل قال فورا يبقى التنازل موجود عن الشكل. تمام تمام تمام. وبعد جاب الاستاذ احمد مرتضى من بيته وقال له ده تفويض مني بالتنازل، وتقابل عمك الحاج محمد عبد الوهاب باللفظ يعني في الاتحاد الكره الساعه 12، وتخلصوا هذا الموضوع. والحقيقه مشينا مبسوطين جدا وسعداء الموضوع خلص وانتهى. تمام. وانا فضلت متابعهم من ساعه ما صحيت من النوم لغايه ما احمد مرتضى راح وكلمني، قال لي يا دكتور الحاج محمد ما جاش وتليفونه مشغول طول الوقت. فانا بعت له كذا رساله، يا حاج محمد. المهم رجع الراجل رد عليا وكان محرجا جدا، وقال لي الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، الاستاذ محمود طاهر رفض تماما الحكايه دي، ورفض ان انا ان ده يعني تصرف فردي مني. قلت له طب يعني انت شايف ان هذا الوقت من في عمر مصر والوطن محتاج اي مزايدات من اي نوع، او محتاج ان احنا ما نتفهمش الوضع سياسيا حتى اللي احنا موجودين فيه؟ يعني انا الحقيقه مش قادر افهم.
قلت له انت مفترض يعني يا اخي ده سياده المستشار مصطفى منصور كبير لك وكبير لي لما رحنا له بيته. مفترض ان مجلس اداره النادي الاهلي وانت رجل ما انتش صغير وقديم وقطاط الموضوع بيخلص ببساطه. انا مش قادر اجد سبب لهذا التعنت اللي ملوش اي معنى الحقيقه. وفضلنا على اتصال بالتليفونات واحمد مرتضى حاولت انا اكلم الباشمهندس محمود طاهر وانا كنت من المناصرين والمؤيدين له في الانتخابات الحقيقه مش الانتخابات دي بس كل الانتخابات اللي قبل كده. كلمته بعت له مسج ما ردش وانا كنت عايز بس اشرح له ان رئيس النادي الاهلي ليس مجرد رئيس نادي رياضي ورئيس نادي الزمالك بنفس هذه الكيفيه. انتوا لازم يبقى عندكم حس سياسي قبل ما يبقى عندكم حس الله عليك رياضي طبعا واخد بال حضرتك طبعا. والحقيقه مش انا بس اللي كنت بسعى لكده وزير الشباب كان بيسعى كل اعضاء اتحاد الكره المحترمين حاولوا بكافه الطرق ان الموضوع ينتهي دون الدخول في محاضرات من هذا النوع صح. لان انا شايف ان الموضوع لو مشى بهذا الاتجاه الدوري هيتلغي وهيبقى في احتقان وكاننا ما عملناش حاجه صح يا فندم صح خلاص هذا ما حدث تحديدا. وطبعا انا ما اعتقدش ان ايه حد يعني لا انا هكذب ولا يا فندم لا كلكم اسامي هو ده السيناريو يا دكتور مدحت على فكره اللي توقع بان عدم حضور الحاج محمد ابو حاب ثاني يوم ان جاله تليفون من مجلس اداره الاهلي قال له ما تروحش او احنا رافضين هذا الكلام ده طبيعي تصرف طبيعي يعني او تبرير طبيعي لعدم وجود الحاج محمد ابو حاب ثاني يوم ما هو اللي قاله لي بالظبط بس هو قال لي هذا الكلام بس الحقيقه يعني اول مره اسمع ان الحاج محمد عبد الوهاب حضرتك قلت انه قال انه ما راحش او مثلا ما اتفقناش او حاجه بالشكل ده يعني يعني ما لهاش تفسير يا دكتور غير كده ما لهاش تفسير غير كده خالص تمام يا فندم. انت يعني اعتقد يا فندم دلوقتي بعد كلام حضرتك الامور اتضح وانا بقيت كلام حضرتك فعلا ان الوقت مش محتاج احتقانات وبشكرك شكرا جزيلا دكتور يعني دكتور مدحت العدل الراجل يعني مشكورا حاول ان هو يعمل قعده وحاول ان هو يهدي الدنيا وعلى الحاج محمد اواب برضه انه يطلع يرد يعني ما ينفعش في المواقف دي يختفي الراجل يطلع بقى يقول حصل ايه القصه حتى لو في احراج يطلع ويعتذر للناس ويقول احنا حاولنا نتصل بيه دلوقتي ولكن هو رافض الدخول يعني. وهو